مع تزايد الحديث عن تفشي فيروس كورونا في الجزائر، تهافت بعض الجزائريين على اقتناء الكمامات الصحية والمعقمة بأنواعها لصون أنفسهم وأهليهم من عدوى الفيروس. السلوك الاستهلاكي الذي غداه الخوف من الإصابة جعل فئة واسعة من المواطنين يقدموا على شراء واستعمال الكمامات الصحية، لكن الكثير منهم يستعملها استعمالا سلبيا. الكمامة الجراحية هي جد كافية ولا يجب التهافت على هذه الكمامات في المجتمع، خاصة بالنسبة للأشخاص الغير مصابين. الأشخاص الغير المصابين من الأحسن عدم وضع الكمامات. أشخاص الغير مصابين الذين لا يذهبون إلى ملتقيات وليس لديهم اجتماع من الأحسن عدم وضع الكمامات. الكمامات التي بات استخدامها أمرا مألوفا لدى الجزائريين في زمن كورونا، لكن ذلك قد يعرضهم لاحتمالات الإصابة. وضع هذه الكمامة وأنا غير مصاب يؤدي بي إلى لمسها عدة مرات، وإذا كانت هناك أسطح مصابة سوف نجلب الفيروس من السطح إلى الكمامة وبعدها من الكمامة إلى الشخص. إذا كان الشخص غير مصاب أو بعيد على كل شخص مصاب ليس عليه أن يضع هذه الكمامة. المعقمات السائلة التي أصبحت سلعة شبه مفقودة بفعل الطلب المتزايد عليها يمكن الاستغناء عنها لدى الماكتين في البيوت. واجب على كل شخص أن يغسل يديه أكثر من مرة، ليس باليوم ولكن أكثر من مرة في الساعة، يكون ذلك عن طريق الماء والصابون وهذا جد كافي. ليس يجب علينا استعمال المواد الكحولية السوائل الكحولية، ولكن الماء والصابون جد كافي. وإن لم يوجد الماء والصابون وكان الشخص في مكان عمومي يمكن عليه استعمال السائل الكحولي. ولأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يكون متاحا قبل أشهر، تبقى الوقاية السلاح الأنجع من خطر العدوى ولو بأدوات وسلوكيات بسيطة.